اه لو ممكن البس القبع الاخفى ما حدا يشوفني بعمل كتير اشياء. فكرني حعتبك ولومك وحسبك. اهلا واضح كريستينا صوايا. اغرب موقف حصل لي مع حدا من المعجبين، كنا نعرف بعض نحن وصغار وكنا كثير اصحاب، وراحت الايام وكبرنا وما عدنا شفنا بعض على فتره كثير طويله. رجعنا تلاقينا بمطعم، كنت انا على صالة بار عم بسكت، بقوم هو بقرب يطلع مني هيك انه مستشبه فيي بس منه اكيد. قال لي بتشبهي كريستينا صوايا؟ قلت له مزبوط كثير بيشبهوني لها، بس سوري انا احلى وانعم، وانه انا فت معه هيك بالموضوع لحتى اشوف شو بده يقول. وبلش هو يجود، صار يحكي مزبوط انت احلى، هي ما بعرف شو عامله بحالها، والى اخره الى اخره. اخر شيء قال لي بس ما تعرفت بحضرتك. طلعت فيه هيك انا، قلت له تعال تعال معي. رحنا على الطاوله، طلعت برفيقتي، قلت له رفيقتي بليز قولي له للمسيو انا شو اسمي. طلعت فيه رفيقتي هيك باستغراب، قالت لي كريستينا بشرفك شو عم تستلميني؟ قلت له لا عن جد قولي له للمسيو شو اسمي، بدي اعرف شو اسمي. قامت قالت لي كريستينا صوايا، انه هالقد بدها تطلع هو صفر ازرق احمر اخضر، لان كان صار له ساعه بينشرها لكريستينا صوايا، طلعت انا كريستينا صوايا. موقف طريف حصل لي بحياتي المهنيه. صاير معي كثير مواقف طريفه. كان عندي تصوير وكنا كثير تعبانين من التصوير، وثاقبت انا اخر شيء، ما قدرت نام قد ما كنت هايبر لشي ساعه تقريبا 3 الصبح. المهم نمت، قترب بهالوقت صار في زلزال كثير كبير، وقتها صار الزلزال تبع تركيا وحسينا فيه بلبنان وبسوريا والى اخره، فهزت البنايه كلها سوا. هلا انا من كثر تعبي ونومي مفكره حالي انه انا عم بحلم، انه في شيء عم بهز فيي. بقى بفوتوا بيفتحوا علي باب الاوضه، بنقز انا كلني سوا، بيقولوا لي قومي قومي بسرعه. قلت لهم شو في؟ قال زلزال زلزال. طلعت انا هيك ترى انا ماني كثير بوعي، قلت لهم ايه طيب اوكي خلص. قال ايه خلص. قلت لهم اوكي سكروا الباب جود نايت، كفيت نومتي عادي. تاني يوم الصبح لما صحيت ومظبوط صحصحت وخبروني، او ماي جاد، انصدمت بنفسي يعني صراحه، بس عن جد ما كنت بوعي. سهل كذب؟ لا اكيد مش سهل كذب، وانا اصلا من الاشخاص ما بحب الكذب وما بحب اني كذب ولا بحب انه يتكذب علي، بحب انه الناس تعاملني بصدق مثل ما انا بعملها بصدق. لو ممكن البس القبع الاخفى ما حدا يشوفني بعمل كثير اشياء. عن جد بعمل كثير اشياء ما بعرف. اول شيء ممكن اني اروح مثلا عند الاشخاص اللي عندهم هيك ما بعرف شيء مشكله تجاهي او افكار وهيك، اعرف شو بيقولوا شو بيحكوا شو مشكلتهم معي بالضبط، بركة ساعتها بغير لهم هالفكرة. أو ممكن كمان مثلا كون حابة ساعد حدا وما بدي بين أو ينعرف إنه أنا اللي عم ساعد الشخص، روح وأعمل هالشي أنا ولبس القبعة الأخفى. أو ممكن مثلا ما بعرف أعمل شغلة تقلب الموازين، فور إكزامبل عنا بلبنان حول الوضع كله لوضع ايجابي وحلو ويرجع الوضع الاقتصادي بجنن من دون ما حدا يعرف مين عمل هيك، فبكون انا اللي عملته. حبيباتي ثانك يو سو ماتش، وانا كمان كثير انبسطت معكم، وان شاء الله يكونوا المشاهدين حبوا المقابله. شكرا واضح.